اللي صار الصبح اقتحموا المخيم الجيش من عدة محاور، وفاتت الجرافي وفاتت الجبات، وزي ما انت شايف مش اول مرة، بجوز سادس مرة سبع مرة هاي القصة صارت. وبعوض الله، شو بدنا نحكي يعني؟ بس اكتر من هيك ما بنحكي، بعوض الله بس. يعني هاي بجوز صارت سبع مرة او ثامن مرة هاي صارت في الجرافة. بتفوت من اخر الشارع الجرافة، بتيجي هين بدها تلف، بتعرفش تلف في الجرافة، بصير يخش فيها من ورا، يضرب بالحيطة من ورا، بصير يضرب بالحيط من ورا عبين ما يلف، وبضل طالع. واكثر من وغاد برضه خربت، وكانت في سيارة خربت برضه من يومين ثلاثة، المزقان والمزقان الوراني، وعندك الثلاجة، يعني خراب كتير مش شوية يعني. يعني وبرضو أول يوم رمضان برضو هدت الحيطة على يومين، وهي اليوم آخر يوم رمضان برضو هدت الحيطة كمان مرة.